بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم عن بقايا نجم انفجر من زمن كبير، مثل ما تلاحظون في الصورة، صورة من موقع الفضاء لسديم يمثل بقايا انفجار لنجم، ويصفه العلماء إنه مثل الوردة تطفو في السماء. وهذا المصطلح علمي، لأن السديم يظهر بألوان زاهية مثل وردة ملونة، مثل ما تلاحظون. هذه اللوحة الفنية أشار إليها القرآن على اعتبار أنها صورة مسقرة لنهاية النجوم يوم القيامة. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدخان. سورة الرحمن آية 37. صراحة ما نقول سبحان الله والله أعلم.